Hello, I see my sweetheart. How are you? Hi, Mohammed. I'm fine, thank you. How are you doing down there? You old skirt chaser, you. Hey, listen, there's someone I'd like to introduce you to, and he's come a long way from the things that you used to teach. Anyway, let's check him out together, shall we? حقيقة لا أؤمن بالمشانق الأيديولوجية، ومشكلتنا في العالم العربي أننا نمتلك الكثير من المشانق الأيديولوجية ومفارز التخوين الاجتماعية التي نحاول أن نشنق كل يوم عليها مثقفا أو مفكرا أو شاعرا، كما حدث إذا نجيب محفوظ وغيرهم. نحن ضد الإبداع للأسف الشديد، وضد التحضر، وضد أي لغة متميزة تبحث عن المساحات المشتركة في المجتمع. يجب أن نمتلك الجرأة في تفتيت كل من مادة الكوليسترول المؤدلجة والمتخلفة المتكدسة على مفاصل الوعي العربي والعقل العربي. نحن نعاني من تخلف، ليست هذه كما يقول علماء النفس مازوخية، أي بمعنى عملية جلد الذات، ولكن هذه حقيقة. نحن لن نتطور حتى نعترف بالهزيمة، نعترف بالهزيمة الحضارية. كنا نمتلك حضارة في الأندلس، وكنا نمتلك حضارات كثيرة، ولكن اليوم نحن في تراجع، ونحن نصدر العنف ونرعب الأوطان ونهدد الأمن القومي ونهدد الكثير من الأمور. نحتاج إلى إصلاح التفكير الديني وإعادة إنتاج التفكير الديني، لأننا للحق للإنصاف منابرنا بدأت تفخخ الناس. كيف تفخخ يعني الناس؟ تفخخها عندما تصنع لها، تقوم على صناعة الكراهية تجاه الآخر. والله إحنا احتكرنا الجنة وكل واحد سجلها في السجل العقاري ولكن المنابر في إطار حكومي سيد مسلم. بعضها في إطار حكومي، ولكن البعض منها، وحتى في بعض دولنا العربية هي في ضمن إطار حكومي، ولكن أحيانا الحكومة هي تدفع باتجاه التفخيخ في بعض الدول العربية، نعم. وهذه الإشكالية لحسابات سياسية. ولكن من يدفع الثمن؟ الوطن، المجتمع المدني، الشباب الذي يصور له أن الجنة وأن حور العين تنتظره على الأبواب، ما عليه إلا أن يقتل نفسه ويذبح نفسه وربما يفجر أهله وأولاده كي يحصل على حور العين. هذه اللغة، هذه لغة الموت وثقافة الموت. نحن لم نولد في هذه الحياة كي نموت بهكذا طريقة. إن جمالية الإنسان أن يحيا من أجل وطنه، لا أن يموت مفخخا للآخرين. عندنا رجال دين وعلماء دين صور مضيئة في العالم العربي، ولكن أعتقد أن إحنا دائما مخوفينهم. ما نتكلم إلا عن النار، ما نتكلم عن الجنة. يا أخي القرآن متوازن، يتكلم عن نار جهنم ويتكلم عن فواكه الجنة. احنا دائما نتكلم لهم في خطاباتنا عن أهوال يوم القيامة، وأن عن الشيطان أقرع أو ثعبان أقرع سيأتي لهم في القبر. دائما رعب، يعني دائما صورة مظلمة يا أخي. ولماذا؟ وهي المشكلة، بمجرد بعض الشباب للأسف الشديد في قراءة معكوسة للتدين، بمجرد أن يتدين لا يبتسم، لا يسلم على الآخرين، هذا كافر، هذا فاسق، ويبدأ في هذا الجدل. يكره الموسيقى، يكره أن يرتب شكله، أن يلبس لباسا جميلا، يخطف عقله نحو الزنزانات الأيديولوجية للأسف الشديد. ولكن دعني أسألك سؤال. يعني إذا كان رجل دين مثلا بين الشيعة أو حتى السنة اتجه إلى أن يكون رجل دين ويسمع الموسيقى، هل ممكن أن يتقبله الشارع العربي برأيك؟ والله أنا أعتقد المزاج العربي مزاج يعاني من إشكاليات كثيرة مخرية. يعني إحنا خربنا الكثير من الأمور، ومنها جمالية المزاج العام. يا أخي الموسيقى شيء جميل، إذا لم تكن تسمع موسيقى؟ أي أنا أسمع موسيقى، أسمع كلاسيك يعني، وأنا أعتقد أن سمفونيات بيتهوفن جدا جميلة ورائعة، من روائع الأدب، من روائع الفن الإنساني. يعني ما الفائدة؟ أنا أعتقد أن الموسيقى تطور من روح الإنسان، يعني تجعله أيضا أكثر خشوع. يعني ما المشكلة في ذلك؟ السياسة اللا عنف. أنا أضرب لك مثال لغاندي، هذا أنا إنسان أعتبره بطل. يا ريت كان يعني نحصل بعض جينات غاندي ونزرعها في عقول شبابنا والعالم العربي. وعلى أي حال، في منزلك معلق صور لمارتن لوثر كينغ والسيد المسيح.
أليس نعم، كذلك؟ أنا في بيتي وضعت عندي صورة السيد المسيح، لأنه أنا أجد لما أنظر إلى صورتي أراه يفتحني على مساحات من السلام والمحبة، وهو الذي يقول أحبوا أعداءكم، باركوا لاعينيكم. هذه اللغة الجميلة نحتاج أن نطرحها في مجتمعنا. عندي صورة لغاندي، غاندي أيضا شخص جميل جدا نستطيع أن نزرعه في عقول شبابنا. بعضنا أقول يذهب يقول ال 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 اليهود، ولعن الله اليهود والنصارى أحفاد القردة والخنازير. هل لغة متقدمة؟ هل هذه لغة تنويرية؟ هل هذه لغة تواصلية؟ يا أخي، أنت لو ولدت في روما ستكون مسيحيا، ولو ولدت في طهران ستكون شيعيا، ولو ولدت في السعودية ستكون سنيا، وهكذا. وما أجمل أن يلتقوا كل هؤلاء على المحبة وعلى المائدة الإنسانية. الشعوب الأكثر قراءة هي الأكثر كرامة كالشعوب الغربية، لأنها تقرأ. أنت تروح سويسرا، تروح أي مكان، تشوفها في كل مكان، في الباص، في أي مكان، هو مجود كتابة وقاعد يقرأ. هل تجد هذه الصورة موجودة في العالم العربي؟ ولكن هاي مشكلة الشاب العربي، لا يقرأ. لذلك كما يقول غوستاف لوبون في كتاب سيكولوجية الجماهير، أن أحيانا العالم العربي يؤخذ إلى الشاب العربي، يؤخذ إلى المسلخ وهو يبتسم. لماذا؟ لأنه غير واعي. نعاني من أمية. الآن يوجد في العالم العربي كما هو تقرير الأمم المتحدة ما يقرب من 70 مليون بالغ أمي، يعني 70 مليون مفخخ تستطيع أن تفخخه ضد وطنه، ضد مجتمعه، ضد